الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقلوب يجمعها عشق الحبيب الذي بذكره تتعطر المجالس وتسمو النفوس، عاشت مدينة البصيلية بحر هذه الأجواء الروحانية ومليونية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أقيمت بمركز الشباب الشماخية بحضور الآلاف من محب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في هذا المكان الطيب نحتفل معا جميعا شبابا ورجالا من كل الأعمار ومن كل القرى المجاورة والمدن المجاورة لمركز إدفو كله، بل وهناك أناس معنا من محافظات المجاورة الأقصر وقنا أتوا جميعا في هذه الاحتفالية التي لا تخص فردا بعينه ولا شخصا بعينه ولم يقم بها شخصا بعينه، الجميع يشارك فيها. هذه المليونية جزاه الله عنا خير الجزاء. هذه المليونية كما قلنا تهدف إلى جذب قطاع كبير من الشباب ومن الكبار من الذين سلكوا طريقا غير صحيح، وهذه المليونية تهدف إلى نشر التصوف الشرعي الحقيقي السليم البعيد عن كل الانحرافات التي لا تنتهج نهج الكتاب والسنة. هذه الاحتفالية ينظمها الشباب الصوفي في مركز إدفو وفي مدينة البصيلية خاصة تحت رعاية أكابر الصالحين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سماحة السيد حسين البيومي وسماحة السيد ناصر سر الختم الشريف وسادة الأشراف جميعا. هذه الاحتفالية يشارك فيها جميع أبناء الصوفية من جميع المذاهب ومن جميع المشارب الصوفية المختلفة. هذه الاحتفالية التي تقام كل عام على أرض مدينة البصيلية وفي أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة، الهدف منها هو نشر محبة النبي وآل بيت النبي في ربوع الأرض، وتعريف الشباب بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وترغيبهم في حب النبي وآل بيت النبي، وإرشادهم إلى أن هذا المسلك هو الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، وليست أي طرق أخرى تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالنبي وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعظم إحساس أن الناس تجتمع على حب رسول الله، وهو ده يعني هي دي اللغة الوسطية واللغة التي تخاطب القلوب والأرواح، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذا الأمر. يعني احنا انتقل هذه الاحتفالية قبل ذلك الى جامعة الفيوم، قمنا مليونية للصلاة على النبي، وكان بدعوة من اهل الفيوم برضو، واقمناها في مدينة السبعية. والله احنا بنقول لأهل اسوان اللهم اجمعنا واياكم على حب رسول الله، واجمعوا الشباب على مجالس الصلاة على رسول الله. هي دي النجاة، الشاب علينا لما بيخدم في مجلس الصلاة على رسول الله كده انت حفظته من الصديق السوء، وحفظته من كل ما يمثل خطر بالنسبة للشاب في هذه الأيام. صلي وسلم يا الله.